وفي الجانب الأمني اعتمد المغرب مقاربة استباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين سنة 2002 و2021، قدم على إثرها 4304 أشخاص أمام العدالة. 88 من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش، وتم تفكيكها ابتداء من سنة 2013، كما تم إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير. وفي هذا السياق تمكنت المصالح الأمنية المغربية سنة 2016 من إيقاف 10 أعضاء لخلية تابعة لداعش استفادوا من تدريبات خارج الوطن، والذين كانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي تتضمن مواد بيولوجية على شكل توكسين دو تيتانوس. حضرات السيدات والسادة، إن التزام المغرب في مجال محاربة الإرهاب ترجم بتوقيع المملكة ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة، مع وضع إطار قانوني وتشريعي متطور يتماشى مع التحديات التي تفرضها الظاهرة الإرهابية، وذلك لمحاصرتها والحد من مخاطرها، من بينها القانون 03-03 الخاص بمحاربة الإرهاب، القانون 86-14 المعدل والمكمل لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية الخاصة بالقانون 03-03 المتعلق بتجريم ظاهرة الالتحاق ببؤر التوتر، القانون 02-12 الخاص بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار الإشعاعية، القانون 43-05 الخاص بتجريم تبييض الأموال وتجريم الإرهاب، القانون 05-30 الخاص بالنقل البري للبضائع الخطيرة، القانون 09-36 الخاص بحظر تطوير وتصنيع وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، القانون 12-42 الخاص بالأمن والسلامة النووية والإشعاعية وإنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية والإشعاعية، القانون 12-48 الخاص بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والخدمات المرتبطة بها. من هذا المنطلق تعمل المملكة المغربية بالشراكة مع الخبراء الدوليين للرفع من قدراتها للوقاية والحد من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، خصوصاً تلك ذات الصلة بالأفعال الإجرامية، مما جعل الاستراتيجية الوطنية في محاربة الإرهاب تتماشى مع التطورات الناجمة والمنبثقة من مخاطر هذه المواد. ومما لا شك فيه فهذه المناظرة الدولية فرصة وفضاء لتبادل الخبرات والممارسات الفضلة بين خبراء دوليين من المصالح المكلفة بتطبيق القانون وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والجهوية والجامعيين وقطاع الصناعة الكيميائية وممثلي القطاعات الأخرى المعنية من أجل تحسين أمن وسلامة المواد الكيميائية على طول دورة حياتها منذ إنتاجها مروراً باستعمالها إلى حين التخلص منها، خصوصاً من ناحية تفادي الاستعمال السيء والمسيء للإنسان وللبيئة أو استعمالها في المجال الإجرامي، وخصوصاً الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلامة الدولية. كما سيتم التطرق خلال هذه المناظرة لمختلف المواضيع المرتبطة بالتطور الذي تعرف هذه المخاطر والتقنيات والطرق المستعملة من طرف الجهات الفاعلة غير الحكومية للحصول على هذه المواد، بالإضافة للأحداث المسجلة في الآونة الأخيرة المرتبطة بالإرهاب الكيميائي وبالتقنيات المعتمدة للكشف عن أي عمل مشبوه والوقاية منه والاستجابة لحاجيات ضده بالشكل المناسب. فمرة أخرى أرحب بكم جميعا في المملكة المغربية، وأتمنى لكم مقاما طيبا بمدينة مراكش، كما أتمنى النجاح والتوفيق لأشغال هذه المناظرة، وأن تتوج أشغالها بنتائج مثمرة لكل المشاركين والجهات التي يمثلونها، كما أجدد الشكر للجهات المنظمة ولشركائها على المجهودات المبذولة حتى تحقق هذه المناظرة الأهداف المنشودة منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.